أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين والمستمعات عبر شبكة أجيال الإذاعية. في هذا البودكاست سنحاور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ GPT، وهي تقنية ناطقة باللغة العربية. سأطرح عليها سؤالا ربما يدور في أذهان البعض ولا يعرفون تفسيرا له. هل لك أن تشرحي لي وللمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات مصطلح الاستدامة وأن توضحي ذلك في دقيقتين؟ بالتأكيد، الاستدامة تعني القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تتضمن الاستدامة ثلاثة جوانب رئيسية. أولاً، الاستدامة البيئية، الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الماء والهواء والتربة والتنوع البيولوجي والحد من التلوث وإدارة النفايات بطرق تحافظ على النظم البيئي. ثانياً، الاستدامة الاقتصادية، تحقيق نمو اقتصادي يضمن رفاهية الأفراد ويوفر فرص عمل دون استنزاف الموارد الطبيعية أو التسبب في أضرار بيئية على المدى الطويل. ثالثاً، الاستدامة الاجتماعية، ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة في الفرص، والتأكد من أن المجتمعات تستطيع الحفاظ على تماسكها واستقرارها. من خلال دمج هذه الجوانب تهدف الاستدامة إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية، مما يضمن رفاهية الإنسان والطبيعة للأجيال القادمة. شكراً لاستماعكم عبر شبكة أجيال الإذاعية. كان معكم وليد نصار ومعي تقنية الذكاء الاصطناعي GPT. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وداعاً. أكملت الدقيقتين، شكرا لك، وودعت المستمعين دون أن أطلب منك ذلك، لذا شكرا لك، وهذه تحياتي لكل المستمعين. شكرا جزيلا لك وليد نصار، ولكل المستمعين والمستمعات الكرام عبر شبكة أجيال الإذاعية. كنتم مع أجيال GPT، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.